ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده يا شباب هنعمل رياكت على ستريمر كنا عملنا عنه رياكت قبل كده اسمه جورب. ده كان هو الواد معرق، تمام؟ الواد عامل 80 كيل في ريبرس. فمش هطول عليكم لان انا نفسي متحمس اشوف الفيديو ده. يلا بينا نروح على الفيديو. طب يا شباب قبل ما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه عندك، على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له قطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما، يعني اقرب سيرفر ليك علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجة اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمة دي شو ريجنال عشان يقولك التوقيت، وتختار التوقيت اللي بيكون متأخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على اللوبيز مثلا بتبقى اخف شوية عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجة بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتأثرش، تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست. ممكن تختار FPS Boost ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. هي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود CXC30، هتعمل ريديم هتاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربة، في ممكن تجربه لمدة يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع الفيديو. يا شباب رجعنا الفيديو ويلا بينا نبدأ الفيديو ان شاء الله. Pro is lost. No, طبعا 80 كيل في لوبي. انا بس عايز افهم تقريبا اكيد ده سولو. But they drop down. اكيد سولو سكواد، اكيد وش. Really. وش يعني. ده بينج 26 كنترولر طبعا. Fortnite. العيال تقريبا ما فيش خالص. 200 was lost. يا جدعان الشوتجن اقسم بالله بروكن. Maybe I should use this gun. اه في حد بيجري مين؟ هو كان عايز يرمي السكينه بحيث تيجي فيه، بس طبعا هنا دي الحيطه دي هتمسك فيها، مش هتعمل ارتداد. ماشي بس انا سامعه وهو طالع عموما، مفيش مشكله. يا جدعان العيال عيانة يا جدعان، يا نهار ازرع الضرن، لا اله الا الله. فين يا جدعان اللوبيات دي يا جدعان؟ ما تجيبوا لنا يا جدعان الحاجات دي. Miss that point blank. نزرع بيه بقى. طيب بيلعب ب اس تي جي و اف جي اكس حورس، ده شيق البيلد دي. تمام البركات اللي بيلعب بيها شباب ماونتينير دبل تايم كويك فيكس وفليكس. I'm shooting. لا معلش ثانية. I'm shooting. I'm shooting. ما تقوليش انك سامع. اه هو في اصوات ماشي جايه، بس ما تقوليش انك بتضرب كده. اه ده هنتفرج. ده شكلنا داخلين على قرف. كان داخلين على قرف يا جدعان. Incord bat my goat right there. بص كده نتفرج. حد جوه هنا شمال. كنترولر يا جدعان. لا wait pause. انت ماشي، انا اعدادات الصوت عندك عاليه، بس ايه لا معلش ثانية واحدة بقى، ما يعني أنا أفهم أنا هعلي الصوت تاني لأن هو موطي الصوت عنده. آه في صوت شمال.
في صوت شمال. انا لما عليت سمعت. انا سامع الصوت، انا عن نفسي سمعت الصوت لما عليت شويه، لان هو عامل اعدادات. بصوا يا جماعه، في اعدادات في تشانل اسمها ارت از وور، الراجل ده متخصص في اعدادات الصوت فقط، ما بيعملش يعني هو اعدادات صوت. فانا لما عليت الصوت لان هو موطي شويه، لما عليت الصوت انا سمعت اللي بيجري على الشمال، انا سمعته صراحه. انما وانا موطي الصوت شويه لا، ما كانتش واضحه. Bro, these kids are so spread. These people are wide apart. Super wide. I'm normally not used to this being so wide. Being stimulated too. Oh, is this the lobs, dude? Is this the lobster? Is this the lobster lobby, dude? Look at this, is the lobster lobby, bro. Got the lobster lobby right now. وبيعملوا مثلا زي ما الناس دلوقتي بتعمل تقريبا، بحد يعني بيجون على كونسول عنده في البيت، بيخلي الكونسول يدخل يكريت وهي بتلقط بينج، بيقوم خارج ويخش. هو طبعا بيخش اللوبي بتبقى ايه، مش عيانة بتشرب خرا زي اللي احنا شايفينه دلوقتي يعني ده ما في يعني ده نازل من فوق ما فيش خالص بيتفرجوا. Oh my god, it's okay. Making these guys smell. Oh my god, why are you escape? Why are you running from death? Come on, face it, dude. Just give it up, bro. Taste it, eat it, suck it. L Nadia. EL, by the way, not L. Bro, I bounced off like I'm my fucking ass, bro. قد مين الواد ده؟ هو موته كذا مرة أصلا لحد دلوقتي. العيل دي بيفرم فيهم حرفيا. مش هتنزل عليه؟ لا مش هنزل، مش هنزل، بعيدة. مش عايز يوايب طبعا، مش عايز يوايب. I don't wanna do that. I don't wanna team wipe, bro. Oh my god. مش عايز يوايب. في سبع فرق. You're six booty, bro. You're six booty, bro. لا باينين هم على اليو في. هو بس يعني في حاجه غريبه. بص يا باشا، انت حاطط كوارتر ماستر، حاطط جاك سلاش اللي هي اصلا بتوقع الدمج، سوري بتوقع الهيب فاير. فانت في ايه؟ انت الهيب فاير عندك عامل كده ازاي؟ يعني اصلا جاك سلاش اساسا بتوقع الهيب فاير، هي بتديك موفمنت بس بتوقع الهيب فاير. ما هو مش هينفع تديك كل حاجه، ما مش هينفع، هتبقى بروكن. Feeling out of 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 feeling. Oh my god, bro. Oh my god. Oh my god. I deserve that. I deserve that. Oh my god. I'm shy to wipe. This is the craziest ball lobby I think I've been in on the two box. Not gonna lie. I'm shy to feel it. الموضوع غريب شويه الصراحه. لا اله الا الله. دي لوبي غريبة يا جدعان، اقسم بالله.
ده مفيش، ما بنشوفش الحاجات دي يا شباب، ما بنشوفش الحاجات دي خالص. انتوا لو واخدين بالكم اللوبي ما بتخلص، يعني الناس اللي موجوده ما بتوايبش بعض. يمين، ايوه، ايه تاني؟ مع سبيشالست والله ما عارف يام بها ايه. قال يز اباف مي، ده اللي كان لسه هنا. مش عايز اوايب. ماستر فارمر اوفر هير، ماستر فارمر اوفر هير، هولد اب. I know they're split up. الفكرة بقى في البار اللي هو حاططها على الاف جي اكس حرس ممكن تكون بتزود الهيب فاير هي والستوك ده، عايزين نفهمه، ده عايزين نفهمه. انا اتمنى، انا بسجل الفيديو ده شباب في اليوم بتاع سيزون 6، اتمنى ان هم يزودوا ال Bro, why is he last? Oh, Jesus. يزودوا الدمج بتاع السلاح اللي هم كانوا نرفوه، اتمنى ان هم يزودوه، لان السلاح الصراحه جميل يعني. جيل بريك بليز، جيل بريك، جيل بريك. هي ما هي لازم جيل بريك، هي لازم جيل بريك، لازم. يا جدعان انتوا متخيلين يا جدعان، انتوا بتتكلموا في يعني ده لسه ده هو 48 ولا 49 كيلا دلوقتي صح؟ 49. لا اله الا الله، 51. انتوا بتتكلموا لسه باقي 29 كيل، ده لسه رقم يا جدعان، رقم. حد يمينه، حد هنا يمين، في حد شمال. عاش قوي يلا، عاش قوي يلا. جيل بريك، هي لازم جيل بريك، لازم جيل بريك، لان عدد اللي باقي مش ما يخلوش يجيب له سكور، ده لازم جيل بريك. كذا واحد فوق. That's so huge. That's so huge, bro. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا جدعان. تلاتة وستين كيل، نو ده جالك هايلرت، لابس ابيض، لابس ابيض، ورينا قدم. اه لا بس ابيض هو، بس الالوان عنده خرا الصراحه يعني، من ساعه الفيديو اللي فات انا فاكر الوانه، الالوان وحشه، انا مش عارف ايه الصفار ده. خليني صحه،
بانكر معموله مكان ما كان واقف، معموله في الارض ولا لا لازمه. الناس مش فاهمه يا جدعان بانكر باستر. بانكر باستر دي بتتضرب على المباني اللي بتجيب كذا دور. لسه بقى 12 كيل، 12 كيل حلو. هو بالنسبه له ده حلو. في 10 كيل رماله فلوس. ايوه 9 كيلات صح. كام صح؟ واحد. حلو رماله، هو رماله فلوس كتير بس حلو قوي. عمال يصحيله جامد جامد يا ابني. انت والله الناس عايزه منك كتير صح. 3 صح. 2 هو التالت. عاش قوي حلو. 74 كيل. طب والله جميل. ده مش مصدق نفسه. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، يا لهوي. ده لو متفق معهم ما هتيجي كده. والله لو متفق معهم ما هتيجي كده. يا لهوي يا جدعان، الام اسيست يا جدعان. انت رميله كام يا جدع؟ انت رميله كام؟ او ماي جاد، ديد وي دو ات؟ او ماي جاد، وي ديد ات. Oh my god, we got 80. Oh my god, we got 80, bro. Oh my god. طب يا شباب رجعنا. ده كان الرياكت على ال 80 كيل. بصوا يا شباب، طبعا اللوبي دي مش بوت، دي يعني دول مش دول اي اي. يعني اعتقد ان دول لو اي اي كانوا هيعملوا حاجه عن كده. انا بجد عايز اعرف هل دول بيبقوا بني ادمين ولا ده ايه؟ عشان بجد الموضوع ده محير جدا ليا. بص يا رجاله، طبعا الراجل هو كلاعب في حاجات صص قوي بتحصل، بس انا لما مثلا عليت الصوت، لان هو الصوت عنده هو عامل اعدادات، ده مش صوت اللعبه يا شباب. وتاني هنقول دي تشانل اسمها ارت از وور، هي دي اللي بتعمل اعدادات الصوت. ده راجل مشهور جدا في الموضوع ده، اعدادات صوت. كل الناس الستريمرز وكل الناس الناس التقيله البروس في اللعبه عاملين الاعدادات دي عشان خاطر يستفيدوا بالصوت، تمام؟ لان صوت اللعبه مش احسن حاجه. فهو مستفيد جدا. انا حتى اللقطه اللي كانت على الكنترول اللي انا شكيت فيها لما عليت الصوت من عندي، لا ما فيهاش اي حاجه مظبوطه. الراجل سمع الصوت راح ضارب اللي نازل او راح مفلك كده ايه يشوف فين. فهل اللعب صص؟ شويه شويه في حاجات صص، بس الصراحه اللوبي ما جاتش. اللوبي عيانه خالص يا جماعه. اللوبي ما فيش خالص، ما فيش مستوى، ما في دول مش بشر. يعني لو بني ادم ومستوى ضعيف هيأدي شويه، لا ده في حاجه غلط. في طريقه كان سمعت عنها كده، زي ما قلت لكم، بيخش مثلا عنده بلاي ستيشن في البيت وهو بيلعب من على بي سي، بيعمل جوين على البلاي ستيشن، بيبقى اكونت لسه جديد فريش، بيعمل جوين على البلاي ستيشن ويقوم ايه يكريت ويخرج. مجرد ما تلقط بينج يقول له مثلا اللي هو الرقم الكاونت داون ده اللي هو 8 9 مش عارف ايه كده، ويقوم خارج وبيخش هو لوحده ويكمل. فطبعا ده اللي بيخليك تخش في ايه، في لوبي منيله ب 60 نيله زي اللي انتوا شايفينها دي. فبس الراجل هنقول ايه، وسط. هنحتاج نبقى ممكن نشوف له حاجه تاني ان شاء الله عشان خاطر برضو نجزم هو تمام ولا ايه الدنيا. بس يا شباب، وده كان الرياكت على فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. اي حاجه عايز تعرفها سيبها لي تحت التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. ولو سمحت يا جماعه تخشوا على رياكشن روم تسيبوا لي لينكات، عشان ما حدش فيكم بقى يسيب لينكات. سيبوا لي لينكات عشان خاطر نعمل عليها رياكت ان شاء الله. اتمنى مشاهده ممتعه لكم. شوفوا فيديو جديد إن شاء الله.